اقتصرني على القوة العظمى الكبرى. معي الملايين مش من الداخل، معي الملايين من الأمم الأخرى. أنا نريد أن نوجه نداء إلى كل ملايين الصحراء، من الصحراء إلى الصحراء حتزحف الملايين، الملايين تزحف وما يقدر حد يوقفها. بسرعة أنقذوا نفسكم قبل أن أعطي إشارة الزحف المقدس. الليلة زحف سلمي، الليلة زحف سلمي من الداخل، من داخل المدن، من داخل القرى، من داخل الواحات، لإنقاذ أطفالنا والقبض على اللي يغرروا بأطفالنا. هذه الليلة تعملوها الليلة وبكرة تطلعوا للشوارع. أما بعد هذا كان ما فيش، هذا فيه زحف من الداخل، تعرفوه هذا الزحف من ياتي، وبعدها فيه زحف الأممي اللي أنا أقوده، لأن ليبيا تهم كل الأمم، ليبيا مثابة عالمية. أنا قاعد، أنا ما يكذبوش عليكم، أنا نمشي لفنزويلا والله أنا يخلي جثمان الشهيد عبد السلام بو منيار، أول شهيد سقط في الخمس عام 1911، ونعدي لفنزويلا والله يكتب علي تاريخه. يخلي المجاهد محمد عبد السلام بو منيار في قبره في الهاني، والمجاهد الشيخ السعدي بو منيار قبره في منيدر والله، ونمشي. تصدقوا ها هو أول حاجة، هذه الكذبة متاعهم. شفت مش أمس قال لكم القذافي في فنزويلا، وهذه نقعد. هذه المحطات العربية أكبر عدو مشمت فيكم، تبغيكم تدمروا النفط وتدمروا الحرية وتدمروا السلطة الشعبية وتدمروا ليبيا، وما عادش تبدأ ليبيا قلعة عالمية ومغتاظين منكم. عشان كذا يشوفوا فيكم. بارك الله فيكم يا أخوتنا في قطر، بارك الله فيكم يا أخوتنا في قطر. هذه آخرتها، هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والأخوة اللي بيننا وبينكم. تزوروا في كل شيء علينا، بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا. لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة، ثورة.